حتى في قطاع المرأة لا يوجد إبداع، لا يوجد ابتكار، لا نعمل شيء لا من بعيد ولا من قريب لهذه القضايا. نساء اليمن لم يعمل فقط على دعم النساء اقتصاديا وسياسيا وأيضا رفع الوعي المجتمعي حول أهمية تعليم الفتاة. الفتاوي الذكورية لدى الرجال هضمت المرأة كثيرا. هذا مهم جدا مهم، ما تنتظرش لما الرجل يأتي له أو القادة السياسية تأتي له. هنا أقدم حضارات شيدت بأيادي نواعم يمنيات، هنا عاصمة بلقيس وسبأ وأروى، هنا آزال أو ما بات يعرف بصنعاء اليوم. بين هذه الزحمة الذكورية في اليمن ضاع شيء اسمه المرأة، بل وضاع نصفه الثاني كما يقول المراقبون، إنها المرأة اليمنية. التفكير الذكوري والفتاوي الذكورية لدى الرجال هضمت المرأة كثيرا، ولم يكلفوا أنفسهم أولئك بعض الفقهاء أو بعض المشرعين بأن يسألوا المرأة بأن ما هي مشاكلها، ماذا تريد، أين هي، أين موقعها في المجتمع، لكنهم كانوا يفتون ويشرعون دون الرجوع إليها ومن خلفية ومن أرضيتهم المعرفية والثقافية عن المرأة، بأن المرأة هي ناقصة عقل ودين وميراث. في مجتمعات عدة المرأة هي نصف المجتمع، بل المجتمع بأكمله أحيانا، إلا المرأة اليمنية تحولت إلى قضية كبرى في مجتمع يصعب عليه إيجاد حل لها. عزى مراقبون ذلك إلى عوامل عدة، منها أن النصف من المجتمع يعاني من الأمية والجهل، والنصف الآخر يعرف القراءة والكتابة فقط، إضافة إلى القبيلة التي تتحكم بالمرأة بطريقة تجعلها تعيش داخل سجن وهي على قيد الحياة، ليس بقوة نفوذها بل بقسوة عاداتها وتقاليدها التي جردت المرأة من أبسط الحقوق وقوقعتها في منزل له 4 عتبات، لكنه لا يوجد للمرأة عتبة واحدة. في عملية التشريع في الدستور أن يعطيها نسبة ككوتا في كل المؤسسات الدولة، سواء في القضاء، سواء في النيابة، سواء في البرلمان، سواء في السلطة التنفيذية، في كل المجالات. هذا ما يجب أن يتضمنها الدستور القادم، ويجب أن تتمثل المرأة في لجنة الحوار الوطني وفي مؤتمر الحوار الوطني وتكون حاضرة لكي أيضا تدافع عن نفسها، ونحن شريحة الرجال لابد أيضا ما ندافع عن حقوق المرأة. كل هذا يجري في اليمن وفي اليمن وحدها. لن نذهب بعيدا لكي نثبت ما نقول عن المرأة اليمنية، بل سنقرأ ما بثته التقارير والأرقام والتي تتحدث عن المرأة في اليمن. فوفقا للإحصائيات فإن 75% من الإناث اليمنيات لم يلتحقن بالتعليم، و40% منهن يعانين مشاكل أسرية مع الآباء بسبب حرمانهن من التعليم، و50% نسبة الطلاق في اليمن بسبب عدم التوافق بين الشريكين لأن أحدهما متعلم والآخر جاهل، وسيكون الجاهل هي المرأة بكل تأكيد. ومع ذلك فثمة عدد من المنظمات والمؤسسات التي تعمل في مجال المرأة وتنشط في اليمن، ولكنها أمام هذا الواقع تبدو مغردة خارج السرب كما يقول البعض. للأسف لا، اللجنة الوطنية ليس لها إحصائيات وليست لها علاقة إطلاقا، يعني حتى في قطاع المرأة لا يوجد إبداع، لا يوجد ابتكار، لا نعمل شيء لا من بعيد ولا من قريب لهذه القضايا. ربما نحن في بشكل بسيط دربنا في إطار ما يتعلق في إطار الحوار فقط،
إنما نقول إنه هي الآليات في كل مكان رتيبة، فيما القائمون على تلك المنظمات يرون غير ذلك. لدى الاتحاد الكثير من المشاريع. اتحاد نساء اليمن لم يعمل فقط على دعم النساء اقتصاديا وسياسيا وأيضا رفع الوعي المجتمعي حول أهمية تعليم الفتاة وعدم الزواج المبكر، وإنما هناك الكثير من الصحة الإنجابية إلى غيره. ولكن أهم من هذا وذاك، هناك برنامج الحماية القانوني للنساء الذي يعمل على التخفيف من معاناة النساء في المجتمع، وأيضا يعمل على محو الموروث الثقافي حول النظرة الدونية للنساء، وبأن المرأة حقوق وواجبات مثلها مثل الرجل سواء في داخل الأسرة أو في خارجها. ولدينا الكثير من البرامج التي تعمل على دعم النساء ومساعدتهن قانونيا واجتماعيا وأسريا. لكن وبين هذه المصاعب التي اعتبرناها نحن، شقت المرأة اليمنية طريقها الصعب. هذه هي نهاد، أو القاضية نهاد كما يدعوها زملاؤها في مقر عملها. طبعا أنا من والد دعبوس. أم لابنتين، قالت عن نفسها إنها عاشت طفولة بائسة لم يتسن لها أن تتمتع برغد العيش المحاطة به. تعرف دراسة الرياف كيف كانت، يعني متعبة وشاقة. كونها تنتمي إلى أسرة انخرطت في السياسة ونالت حظا وفيرا منها، وكانت السبب في حرمانها هي وأخواتها في العائلة الاستمتاع بذلك الرغد من العيش. لكن للسياسة فوائد، كان أهمها أنها انتهلت من مناهل العلم الحظ الوفير. قالت وهي تتنهد بحسرة على أخواتها اليمنيات، إن كانت هي الظروف التي ساعدتني لكي أصل إلى هنا، فمثل آلاف النساء لديهن عزيمة قوية، لكن أهاليهن يمنعونهن من التعليم ومن مشاركة الرجل في تقاسم الحياة. نهاد لم تكن إلا واحدة في يمنين اثنين، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية. كل هذه التسميات كانت متداولة قبل 1990، وبما أن السياسة كانت هي الدينامو المحرك لليمن الواحد في تلك الآونة، غادرت نهاد عدن بقرار سياسي هدف من ورائه أصحابه إلى تبادل الخبرات والكفاءات في تلك المرحلة التي كان الشمال يعاني من نقص حاد في كل احتياجاته البشرية والمادية. وصلت في أواخر الثمانينيات إلى صنعاء، وعملت في وزارة العدل اليمنية كموظفة عادية بدون منصب يوازي رصيدها الهائل من الخبرات المتراكمة التي تنقص من حولها من الرجال والنساء في إدارتها المتواضعة أصلا. تقول نهاد إنها ليست طامحة إلى منصب بقدر ما يكافأ صاحب الخبرة في بلد تنقصه الخبرة ويسوده حكم الخبرة. قالت إني لازلت أتذكر وصولي إلى صنعاء في ذلك الصباح المترنح، والذي جاء بعد ليل طويل أثقل كاهل اليمنيين، لكن شمسه كانت تشرق وكأنها تشرق معها أحلامي التي أتيت أحملها من الجنوب اليمني إلى الشمال اليمني. ولكن هذه المسميات غربت كغروب شمس أمس، ولم يعد لها وجود في هذا الصباح. نهاد وأسماء وأماني ووداد، كل تلك الأسماء تتردد في اليمن، لكنها تظل أسماء دون ألقاب تضاف إليها أو مهام توكل إليها كي يقدمن خدمة إلى مجتمعهن الذي نشأن وترعرعن فيه. هكذا حالهن
وسيستمر رغم ما شهدته اليمن من ثورة تغيير في آونته الأخيرة، لكنه كما يبدو تغيير سياسي طفيف، وإبقاء حال المرأة كما هو الحال عليه منذ أزمان. قدر لها أن تظل حبيسة الماضي الذي لا يوجد فيه أشياء تستحق الذكر، ورهينة الحاضر الذي لا تعلم هي ما تسجل فيه وما تحتفظ بذاكرتها من أحداثه. هكذا حالها، لكن معاناتها تلك لم تكن إلا جزءا من معاناة مجتمع بأكمله يمتلك رصيدا وفيرا من المعاناة. Thank you.